السلام عليكم خالتي، مرحب بكم توجور سور ماشين سوما لا بيولوجيست. اليوم ان شاء الله راح نوري لكم البوش اللي نديرو فيها لو سون بور ترانسفيزيون، يعني هذه هي الكيس اللي نضع فيه الدم من اجل لنقل الدم. بالنسبه للمرضى اللي عانوا بار اكزومبل تلقى واحد عنده لانيمي سيفير، يعني انيمي حاده، هذا لازم راح نديروا له نقل دم فوري. البوش راح تكون بهذا الشكل كما راح تلاحظوا، كاين في هذا الكيس تكون هكذا بهذا الشكل. هذا تيبولور هكذا كيما راكم تلاحظوا هنايا، هذه ليكوي تاعها تكون هكذا كبيره، ماهيش كيما ليكوي تاع السورينغ اللي نخدموا بها عادي، هذه تكون كبيره باش الدم ليه يفوت. هذه البوش صغيره راح نديروا فيها لو سون كوم ايشونتيون. هنايا نقدروا نديروا لي تيوب ديريكتومون باش نهزوا فيهم لو سون ويروحوا ديريكت للابو باش نديروا لهم لي زاناليز سيرولوجي. وهنايا لي بوش هكذا يكونوا 3. هذا الساجمانيتول هو هذه الماده الحافظه اللي رايح تحفظ لنا الدم، المده الزمنيه تاعو مده الاستخدام. هذه تريبلي وعلى حساب كاين انواع لي بوش، مي هذه البوش هي نورمالمون اللي توجور نخدمو بها الاغلبيه. وبعد ما نقومو باش نبيكو المالاد شوفوا ليكوي كيفاش راهي عريضه، وبعد ما نكملوا البيكاج المالاد رايحين نرجعوا هذه ورايحين هكذا بهذه الطريقه نسكروه. بهذه الطريقه ما نقدروش نخرجوا ليكوي صاي، ونكونوا ديجا هزينا اليوتيوب دو بريليف باش نديروا لهم لا سيرولوجي، وهنا هزينا ايشونتيون في هذه البوش الصغيره، ونروحوا نديروا عقده، نديرو هنايا عقدة بهذا الشكل. هكذا باسكو هذي رايحين نرموها. وهنايا بعد ما نكملو هنايا نقل الدم رايحين نغلقوها بهذا الشكل، وهنايا راح نديروها بالسودور هكذا ونفيرمي هنايا باش هادو نديرو بهم التيست دو كومباتيبيليتي. الوغ تكون بهذا الشكل، هذه فيها 3 كيما هذه راها تريبلي وكاين دوبلي. كاين انواع لي بوش ان شاء الله كيكونوا متوفرين عندي راح نوريهم لكم كامل. هذه اللي مكتوب فيها سي بي دي، هذه نديرو فيها لو سون، البوش تاعنا نديرو فيها لو سون. هذه اللي تكون هكذا ما فيهاش الالتهاب هذيك الموف، هذه نديرو فيها البي اف سي اللي تكون من الاخير بهذا الشكل اللي هي البلازما دو مالاد، ونكتبو ثاني لو جروب والنيميرو ولا دات. وهذا الساجمانيتول اللي هو الماده الحافظه اللي راحين هنايا نقوم بهكذا تصرا واحد الطرطقه، وهذا الساجمانيتول اللي راه لداخل كامل نفرغوه هنايا في البوش باه يحافظ لنا على لو سون. ان شاء الله هكذا تكونوا استفدتوا وفهمتوا.
وكل ما توفر عندي ان شاء الله نوعيه او كاليتي اخرى راح نوريها لكم باذنه تعالى. والبي اف سي كما وريت لكم يكون بهذا الشكل ونحتفظوا به وتكون درجه الحراره منخفضه جدا. اذا بعد ما نكون وضعنا الدم في البوش هذا هو الشكل النهائي. بعد ما درنا لها ساجمانيتول وهذا كاتسيبيلور هنايا رانا ديجا كانت اوفر سكرناها هنايا وهنايا بالسودور درنا هاد البلايس هنايا وهذه نديرو بها تيست دو كومباتيبيليتي وهنايا ثانيك سكرناها منا الوغ راح نديرو لو غروب سونغا دو مالاد باغ اكزومبل هنايا هاهو او بوزيتيف هذه سي جي ار اللي هي كولو غلوبولار ونكتبوه نيميرو او لا دات تاع النهار اللي نحينا فيه لو سون وشحال راح تقعد. ومن بعد باغ اكزومبل هنايا نحيناها في لو 17/12 راح انتهاء مدة الصلاحية يكون في لو 27 جانفي. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا والى الملتقى ان شاء الله. انتظروني مع فيديوهات جديده.